مشكلة يحاول هذا الزوج الابن البار أن يجد لها حلا، أن يخرج من هذا المنزل، أن يوفق ما بين أمه وما بين زوجته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصل يا ربي وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العظيم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. آيات من سورة الفرقان رسمت معالم هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة دار البلوى. هذه الحياة التي في كل مفصل من مفاصلها ينتاب العبد فيها فتنة واختبار، ليتصبر فيكون له بذلك أجر الصابرين المحتسبين، بفتن وابتلاءات واختبارات متنوعة مختلفة. فتنة تصاحب الرجل خارج بيته في عمله، وفتنة تصاحب الرجل في مسكنه مع جواره، وفتنة تصاحب الرجل داخل بيته ما بين أمه وزوجته. وإن الابتلاء والاختبار والامتحان والفتنة ما بين الأم وما بين الزوجة هي من أشد تلك الابتلاءات خطورة وعظمة، لما يترتب عليها من آثار ربما تعصف بهذا البيت الزوجي فتهدمه وتكون ثغرة من ثغور الطلاق، ولما لهذه الفتنة إذا لم يستطع الزوج العاقل إدارتها كانت سببا في أن يكون الرجل في مفترق طرقه، فإما أن يكون عاقا بوالديه مرضيا لزوجته، وإما أن يكون بارا بوالديه ظالما لزوجته، فيصبح الرجل الزوج تائه الوجه محتار البوصلة، لا يعلم في أي جهة يتجه ولا في أي مرفأ ترسي سفنه، يصبح تائه، يصبح محتار، فيلجأ بالسؤال لأهل العلم
التي ما تكاد تمر أيام معدودات إلا ويتناهى إلى مسامعكم من قريب أو بعيد مشكلة قائمة ما بين الأم والزوجة، مشكلة يحاول هذا الزوج الابن البار أن يجد لها حلا، أن يخرج من هذا المأزق، أن يوفق ما بين أمه وما بين زوجته. فهو ينظر إلى أمه التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وكبرت ولا تألو جهدا تبذله لولدها إلا أعطته إياه. ينظر إليها بمنظار الشارع، بمنظار الشرع، بآيات تأمره بالإحسان إليها، بوصايا جاءت إلى بني إسرائيل، الوصايا العشر، حينما قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. ينظر إلى الأم حينما قرن الله سبحانه وتعالى حقها بحقه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ينظر إلى الأم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ينظر إلى الأم في كيف أن حق البر بها قد ارتقى فساوى مرتبة الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن هناك نفير عام. في ذلك الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئتك من صنعاء اليمن إلى المدينة المنورة متكبدا في ذلك مهاول وصعوبة الطريق، أستأذنك بالجهاد. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد رجل أن يخرج معه إلى الجهاد وكان غريبا عن المدينة أن يسأل عن حاله. قال: ماذا خلفت وراءك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا خلفت وراءك؟ عائلتك، أسرتك، من هي؟ فقال: يا رسول الله، خلفت ورائي أبوان تركتهما وهما يبكيان. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. يا رسول الله، أريد أن أقاتل معك، أريد أن أنال شرف الجهاد الذي يعتبر ذروة سنام الإسلام. قال: لا، الآن جهادك أنت في بر والديك، جهادك في طاعة أمك وفي طاعة أبويك. لم يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة لأن كانت الحاجة لا تدعو لخروج هذا الرجل. يقف الزوج أمام هذه النصوص المجتمعة من آيات وأحاديث وينظر إلى الزوجة التي هي مستقر السكينة والمودة والألفة والمحبة، ينظر إليها من قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ينظر إليها من خلال وصية النبي صلى الله عليه وسلم بآخر حياته: أوصيكم استوصوا بالنساء خيرا، والصلاة واستوصوا بالنساء خيرا. يحتار الزوج، يحتار الزوج: ماذا أفعل؟ أأضر أمي وأظلم زوجتي أم أظلم أمي وأضر زوجتي؟ هذه المعادلة أخواني إذا ما وصل إليها الزوج فاعلم أن المخطئ الأول والأخير هو الزوج لا أحد آخر. طب كيف أوازن؟ كيف أوازن ما بين هذه النصوص؟ لا توازن بينهما لأنهما حقوق من نوع مختلف. لو دققت السمع والقراءة والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى والألفاظ التي عبر الله سبحانه وتعالى فقال في الأم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
إحسانا. وقال في موضع آخر: وصاحبهما في الدنيا معروفا، في الزوجة وعاشروهن بالمعروف. إذن هذا حق وهذا حق، فلماذا تخلط بين الحقوق وتجعل نفسك في معادلة صعبة ثم تلجأ بعد ذلك إلى الناس؟ جدوا لي حلا، أنت الذي وضعت نفسك في هذه المعادلة. ويريد أن يحل هذه المعادلة، فربما بعض الرجال ارتكب خطأ أفضح من ما كان قبله، فيقول لزوجته: إما أمي وإما أن تخرجي خارج البيت، ويطلقها. لماذا هذه المعادلة الصعبة؟ حقان مختلفان، نوعان مختلفان لا توازن بينهما. مثالهما كمثل العبادتان المختلفتان، الصلاة والصيام، هذه عبادة وهذه عبادة، لا تعارض بينهما. حق الأم في البر، وحق الأم في الإحسان، وحق الأم بالمصاحبة الحسنة في الدنيا، وحق الزوجة بالمعاشرة بالمعروف، فلماذا تخلط بينهما؟ هذه المعادلة ربما ألجأت الكثير من الناس إلى الطلاق. تقول له الزوجة: إما أنا وإما أمك. يبدأ: ماذا أفعل؟ تفعل يا أخي بأن تزرع الود والمحبة بينهما، وإذا ما حدثت مشكلة، وهذا أمر طبيعي يحدث في كثير من البيوت، ففي البداية يجب على الزوج أن يتجرد من أي حكم سابق. لا يميل إلى كفة الأم، ولا يميل إلى كفة الأب، ولا إلى كفة الزوجة. يعني لا يضع الأم والأب في كفة، ولا يضع الزوجة في كفة، لأنه لا اجتماع بينهما. كل لهما حق متفرد ومتغير عن الآخر. في البداية إذا ما حدثت مشكلة، تجرد في سمعك، اسمع بعقلك وليس بقلبك، وبعد ذلك حاول أن تنظر بذور المحبة والمودة ما بين الأم والزوجة. تكلم في غياب الزوجة وفي حضرة الأم عن مدح الزوجة وعن ثناء الزوجة على الأم، وكم تحب الزوجة الأم. وانظر في ذلك الكثير الكثير من الهدايا، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. وإذا ما غابت الأم وحضرت الزوجة، فهمس في أذن الزوجة كم تقول الأم عن حسن تربية هذه الزوجة، وكم تمدح عليها، وكم تثني من صنيعها، وكم تشكر فعلها، لتستطيع بعد ذلك أن تقف موقف الوسط ما بين رضا الأم وما بين عدم ظلم الزوجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا دائما عامرة بالألفة والمحبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأصلي وأسلم على سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى. هذه الثغرة الأولى أخواني من الثغرات التي تهدم البيوت، والتي بإذن الله تعالى سنواصل في كل جمعة حديثنا عن ثغرة واحدة تهدد البيت وتصبح ويصبح البيت إما متجاذبا ما بين الزوج وما بين الزوجة وما بين الوالدين. لنجعل إخواني في البداية، الدعاء هو سلاح لكل مؤمن، أن يوفق الله سبحانه وتعالى في بيوتنا، وأن يديم الإلفة والمحبة ما بين أزواجنا وما بين أمهاتنا. أيها الإخوة، بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا وعملا وعلما في الدين. نذكركم بالحاجة المتكررة في هذا المصلى، فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا، افتتحنا في الأسبوع الماضي وأعدنا دروسنا التي كنا قد بدأنا بها قبل أشهر، وصلنا مع فتياننا ومع شبابنا ومع فتياتنا دروسنا في يوم السبت للشباب والأحد كذلك، وفي يوم الاثنين للفتيات. وحينما يحضر أولادنا إلى المسجد إلى المصلى، يخبرهم معلموهم بالبرنامج، فيصبح لكل طالب موعد خاص يحضر إليه، لنخفف من ذلك الازدحام، ولنجعل دائما أعمالنا منضبطة بضوابط الصحة العامة وبالأوامر التي تنثر هنا وهناك للمحافظة على هذا الجو الخالي من الأوبئة ومن الأمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعلنا وإياكم دائما مفتاحا لكل خير. فنذكركم إخواني بتبرعاتكم وبعطاءاتكم لهذا المصلى، فكما نقول دائما ونكرر، هو قائم على تبرعاتكم وقائم على عطاءاتكم. هؤلاء الشباب الذين يأتون إلينا في هذا الشهر والشهر المقبل ينتظرون منكم ما تبذلون إليه من هدايا ومن عطاءات، ليكون ذلك تحفيزا وتشجيعا لهم على حفظ القرآن الكريم وعلى تعلم العربية وعلوم الشريعة. واعلم يا أخي الكريم بأن أي مال تبذله في سبيل هذا الأمر، اعلم بأنك شريك مع هذا المعلم. المعلم يجلس ويفضل وقته ليعلم ولدك، وأنت في عملك تقضي حوائجك، فما دام أنك شاركته في المال فسوف فبإذن الله تعالى تشاركه في هذا الأجر. فأسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا وإياكم الأجر جميعا، وأن يجعلنا دائما أعمالنا دائما مخلصة لوجهه الكريم. واعلم بأن الله تعالى قد أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثمن بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهنا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد المسلمين وأموالهم وأعراضهم بخير فوفقه يا إلهنا لكل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه يا إلهنا أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا إلهنا عبرة لمن يعتبر. اللهم ارفع الوباء والغلاء وتسلط الأعداء عن جميع بلاد المسلمين. اللهم كن عونا للمستضعفين والضعفاء في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه لا يسمع دعاءهم وأنينهم إلا أنت مولانا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.